اهلا بكم قراء متابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. 8 سنين بالتمام والكمال مروا على رحيل الشهيد المقدم محمد مبروك. احنا النهارده في شارع نجاتي، احنا النهارده في المكان اللي زف منه المقدم محمد مبروك للجنه. حوالي الساعة 9:30 مساء يوم 17 نوفمبر 2013، زي النهاردة من 8 سنين، وبينما كان البطل مبروك بيستقل سيارته بشارع نجاتي في مدينة نصر متوجها من مسكنه إلى عمله، لاحقته مجموعة من المسلحين الملثمين والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وأطلقوا وابل من النيران عليه لتفيض روحه الطاهرة إلى بارئه. طبعا الله يرحمه ويدخله ويسكنه فسيح جناته. من الكلام اللي قالته زوجته طبعا في تصريحات سابقة في اليوم السابع وهي بتحكي عن اليوم ده، قالت: خرج محمد يوم الحادث من المنزل في تمام الساعة 9:15، وقال لي أنا هبات في الشغل النهاردة عشان عندي مأمورية وطبع قبلة على جبين أولادنا، وراح يشتري مستلزماتهم والأطعمة والحلوى اللي بياخدوها معاهم للمدرسة، وبعتها مع حارس العقار وتوجه لمقر عمله في جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر. وبتكمل زوجته الكلام وبتقول: حاولت اتصل بيه بعد كده الساعة 9:35، يعني بعد ما نزل بتقريبا بربع ساعة، بس مردش، وكلمته تاني ومردش، افتكرت انه مشغول وسبته شوية وقلت هيكلمني، لكني فوجئت بعدد من زوجات الضباط زملائه في العمل بيتصلوا بيا واحدة بعد التانية وفي صوتهم نبرة غريبة وبيطمنوا عليها طبعا، فقلقت أكتر وحاولت تتصل بيه أكتر من مرة، عشان تعرف هي زوجات أصدقائه بيتصلوا كتير ليه وليه القلق ده كله. وقعدت تتصل عليه كتير لحد ما فوجئت بأحد الأشخاص بيرد على التليفون بتاعه بيقول لها: محمد في مكان أحسن من اللي احنا فيه، محمد أحسن في مكان أحسن من اللي احنا فيه دلوقتي، في مكان أفضل من اللي أنا وإنتي موجودين فيه دلوقتي، البقاء لله. صدمة طبعا كبيرة، صدمة مش لزوجته بس، الصدمة كانت لمصر كلها. وفي تصريحات تانية في اليوم السابع كانت زوجته بتفتكر الكلام اللي قاله لها قبل ما يخرج، قال لها لما كانت تقول له: أنا خايفة عليك من الإخوان، فرد قال لها: شهادتي في قضية مرسي تاريخية، وقال بأن شهادته ستكتب في تاريخ مصر ويذكر التاريخ تلك الشهادة. فيعني هو نفسه كان مقدر أهمية الشهادة دي في الأرض دي، على الأرض دي، في المنطقة دي، في الشارع ده استشهد الشهيد محمد مبروك وسالت دماؤه بيد الجد. يعني حضراتكم متخيلين في يوم زي النهاردة من 8 سنين يهاجم عدد من الأشخاص سيارة المقدم محمد مبروك، وهو يعني يدوب لسه مطلع مع حارس العقار شوية حلويات وحاجات لأولاده عشان المدرسة تاني يوم، ويطلق عليه النار لحد ما يستشهد. واستشهد محمد مبروك
لتكون جنازته وزفته إلى الجنة في 18/11/2013، وعشان يبقى بطل وشهيد وقدوة يحتذى بيه لحد دلوقتي. طبعا الله يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. بدعوكم طبعا في النهاية ان احنا نقرأ الفاتحة على روحه وعلى روح شهداء مصر كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. الله يرحمه ويصبر اهله اللي عاشوا 8 سنين في حزن وفخر، في اشتياق وصبر، يعني كل حاجة معاها حاجة. هم يعني العملية الإرهابية ما سببت لهمش حزن بس، لا، وسببت لهم كل الفخر ان ابنهم الشهيد مصر لحد النهاردة ما نسيتوش ولا عمرها هتنساه. بشكركم، انا أسامة طلعت، كنت معاكم من مدينة نصر في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك. شكرا لكم.